ارتقى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من المركز 24 إلى الرتبة 22 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لشهر يونيو الجاري، واللي صدر اليوم الخميس، وبهكا احتل الصف الأول عربيا والثاني إفريقيا. أصبح المنتخب المغربي كيملك 1558.90 نقطة في تصنيف الفيفا بعد ما كسب 7.02 ديال النقاط من مرى الانتصارين المحققين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكوت ديفوار 2023 على كل من جنوب إفريقيا وليبيريا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات. وعلى الصعيد القاري حافظ الفريق الوطني على المركز ديالو الثاني برصيد 1558.90 نقطة خلف منتخب السنغال صاحب المركز 18 عالميا ب 1593.45 ديال النقاط، في محل منتخب تونس ثالثا ب 1507.86 نقطة، وجا منتخب نيجيريا رابعا ب 1504.07 ديال النقاط، ثم الكاميرون خامسا ب 1484.95 نقطة، فمنتخب مصر في الرتبة السادسة بمجموع 1482.63 نقطة. وفي مقدمة التصنيف الدولي جاء منتخب البرازيل بالمركز الأول ب 1837.56 نقطة، متقدما على بلجيكا ب 1821.92 نقطة، ثم الأرجنتين بالمركز الثالث ب 1770.65 نقطة، وفرنسا بالمركز الرابع برصيد 1764.85 نقطة.